بداية كنقدموا التعازي ديالنا للضحايا وكنتمناو ان شاء الله ان ما يكونوش ضحايا اكثر. دونك حنا جينا كنلبيو النداء ديال اللي تلقاتو السلطات العموميه بخصوص التبرع بالدم. وهذا كنظن بانه هذه خصال ديال المغاربه كاملين، يعني في هذا الوقت الازمات كنكونوا قرب من بعضياتنا وكندعموا بعضياتنا. وحنا زعما راه جميع راه اشاره السلطات الا كانت اي يعني اي طلب من اي نوع من اي نوع يمكن حنا نقوم بالمساعده. عدد كثير تواصل على المرقد ديال تحقق الدم، كي جاك هذا الاحساس؟ كيفاش يشوف هذا التكاتف ديال المواطنين المغاربه؟ وكنظن بان هذا الشيء ماشي غريب على المغاربه، يعني في وقت الازمات كنلقى يعني المغربي دائما بجنب الاخ ديالو المغربي. ما كنتفاجئوش الا جبرنا هذا العدد الهائل ديال المتبرعين يعني بالدم، حتى على ان الطاقه الاستيعابيه ديال المركز وقيله ربما يتم تجاوزها. وكيف كنقول لك باش ماشي جديد على المغاربه، يعني المغربي دائما كنلقى حدا يعني راه الاشاره ديال الاخ ديالو في وقت الازمات. ما قبلوش مني حيت البارح كنت في الطبيب ديال السنان. كنا بغينا نعاونوا يعني في سبيل الله نعاونوا خوتنا اللي اضطروا من الزلزال، وان شاء الله يا ربي هذه الازمه تدوز، وان شاء الله يا ربي يشفي جميع المرضى، والله يرحم الموتى يا ربي ويصبر الاهل ديالهم، وان شاء الله يا ربي هذه الفاجعه تدوز وترجع بلادنا ان شاء الله بخير وعلى خير يا ربي. الحمد لله الحمد لله، هادشي اللي دلت يدل على ان المغاربه يعني شعب متضامن الحمد لله، وتنقفوا مع بعضياتنا، وان شاء الله يا رب الاجر يوصل للجميع والله يشافي الجميع. هادشي نقدر نقول. شكرا. السلام عليكم، انا اليوم جيت نتبرع بالدم على قبل الناس اللي وقع لهم داك الزلزال في مراكش. كنطلب الله يا ربي يلطف بهم وتخرج هاد العقبه هذه سالمه، وكنتمنى من الناس كاملين يجيو يتبرعوا بالدم، حيت راه بصح محتاجين، الناس محتاجين الدم ديالنا. انا ما كنتش متوقعه ان الناس غيكون هذا الاقبال كامل، هادشي كيفرح، هادشي كيفرح ان كاين واحد التضامن مع بعضياتنا. الحمد لله على هذه النعمه.